بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده على قناه خفي الشبكه العنكبوتيه. سوف نتكلم اليوم حول شيء او فكره سائده سوف نطرحها عكس التيار، او سوف نناقش موضوع عكس ما هو متداول، وهو شحوم الاغنام والابقار والابل. هل هي فعلا ضارة أم هي غير ضارة؟ طبعا الفكرة السائدة واللي معروفة إن الشحوم الأبقار وشحوم الغنم وشحوم الإبل فهي ضارة وبترفع نسب الكوليسترول إلى أعلى 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 المستويات. طبعا هذا السائد وهذا المنتشر، ولكن إذا أتينا وفتحنا كتاب الله سبحانه وتعالى سوف نلاحظ وتعتبر طبعا الفكرة السائدة هي أنها ضارة هذه الشحوم، ولكن إذا فتحنا القرآن الكريم سوف نلاحظ ملاحظة أو سوف نلاحظ شيء غريب جدا، وهو هذه الآية عليك أنك أنت تتدبرها بشكل جيد، وهي بسم الله الرحمن الرحيم: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلى قوله ذلك جزيناهم ببغيهم إنا لصادقون. صدق الله العظيم. طبعا هذه الآية فيها تنويه خطير إن الله عاقب اليهود بحرمانهم من شحوم البقر وشحوم الأغنام وشحوم الإبل، فهذه ملاحظة إن قد تكون هذه الشحوم نافعة، يعني قد تكون هذه الشحوم يوجد فيها سر ما قد نوع عليه القرآن الكريم. طبعا في احد اللقاءات العالميه بمحافظه الاحساء بالمملكه العربيه السعوديه، نظم طبعا مركز الامير سلمان طبعا ملتقى حيث تكلم فيه البروفيسور الامريكي اللي هو طبعا ليس مسلم وليس عربي اللي هو بول روش، تكلم حول اللي هو رئيس معهد الأبحاث للتوتر العصبي بواشنطن. مفاجأة طبعا كانت من العيار الثقيل، وهي أنه هو قد تكلم أن الكوليسترول ما هو إلا أكبر خدعة قامت بها الشركات طبعا لترويج ماذا؟ لترويج الزيوت المهدرجة. وقد أكد هذا العالم أن شحوم الأبقار وشحوم الغنم وشحوم الإبل ما هي إلا أداة لإخراج جميع السموم من الجسد وإعطاء الليونة والمرونة للشرايين والجلد وتغذية الكبد والأمعاء وكافة أجهزة الجسم بدفع حبيب الطاقة إلى أعلى مستوياتها. أما الشحوم والكوليسترول فلا يوجد أي علاقة بين شحوم الغنم والكوليسترول الموجود في الدم، إنما المتهم الأول والمتهم الأخير هي الزيوت المهدرجة اللي مثل زيت دوار الشمس أو السمن الصناعي أو الزبدة أو كل الزيوت أو الأسمان اللي هي تم طبعا إعادة عملها. لذلك إذا حتى لاحظت أنت ملاحظة عقلية أن الناس في السابق وما زال حتى الناس الآن في البدو ما بيستخدموش الزيوت بكثرة في عملية الطبخ، فبيستخدموا الشحوم الخاصة بالأغنام والشحوم الخاصة بالإبل، وبالرغم من ذلك أنهم بيستخدموها يوميا 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 فبتلاحظ أن صحتهم أفضل من صحة الناس اللي هي موجودة في المدينة بعشرات المرات وما بيعانوش من أي مشاكل خصوصا في الشرايين، وحتى إذا رحت عملت قياس للكوليسترول راح تجد في المستوى الطبيعي، بينما الناس اللي هي موجودة في المدن وبتستخدم يوميا هذه الزيوت المهدرجة تجد ان مستويات الكوليسترول حتى وان تبع كل الأنظمة الغذائية بتجد ان مستويات الكوليسترول تجدها عالية جدا 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 وبتتجاوز كل المستويات الطبيعية بالرغم ان اخذ كل الخطوات العقلانية والمنطقية والموصى بها. فانا شخصيا اميل الى هذا الرأي، ان بدأت بعد طبعا تنويه القرآن الى ان شحوم الأبقار وشحوم الغنم والإبل يوجد فيها فوائد كبيرة جدا. طبعا من المستحيل أن تذكر في القرآن وبالفعل ما يكونش الله سبحانه وتعالى عن الكوليسترول إلى غير ذلك، لا. بالنسبة إذا بتسأل طيب لماذا من أخرج هذه الإشاعة، فما هي إلا الشركات اللي بتقوم ب
إنتاج الزيوت المهدرجة لكي تبتعد الناس عن الدهون الطبيعية وتتجه إلى الزيوت المهدرجة اللي هي السبب الأول والأخير في انسداد الشرايين والجلطة والكوليسترول. المهم هذا هو الموضوع، يمكنك أنك أنت تبحث على هذا المؤتمر اللي هو تم بالمملكة العربية السعودية، يمكن أنك أنت تبحث وتشوف المعلومات أكثر حول هذا الموضوع. فقط حبيت أني أنا أنوه أن هذه الشحوم أنا شخصيا أميل إلى هذا الرأي. سلام.